أخرى تخلية المعنى وإضافة معنى جديد يتناسب هذا المعنى الجديد مع الوضع الآخر الذي انتقلت إليه حياة المسلمين. كانت حياة المسلمين آنذاك لها مرجعية واحدة وهي مرجعية النبي الأكرم. النبي الأكرم كان يبين النص الوحياني ثم يبين معنى هذا النص، وليس لأحد من المسلمين أن يجتهد في قبال نص يبينه النبي آنذاك. ولأن النبي الأكرم كان يعرف ويعلم جيدا أن هناك اضطرابات ستحصل بعده، وأن هناك مشروع كبير يحاك ومؤامرة كبرى، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قدم لأجل هذا المشروع، قدم صلوات الله عليه أمورا هذه الأمور أرادها أن تكون موانعا دون هدم القيم الإسلامية الحقيقية. بمعنى آخر، النبي قدم ضمانات، هذه الضمانات لو أن الأمة التزمت بها سيستمر الإسلام بالشكل الصحيح، سيستمر المطلب الإسلامي، المعنى الإسلامي، الحقيقة الإسلامية ستستمر بالشكل الصحيح. ولما وصلت الأمور وآلت إليه الأمور، الآن ننظر إلى الإسلام بالمعنى الأعم. الإسلام مجوف من معناه الحقيقي. نعم، الإسلام بالاسم موجود، الإسلام القرآن بالرسم موجود، ولكن هذه المفاهيم للأسف الشديد أخليت، فرغت تماما من محتواها. خلي أنطيك أمثلة من هذه العناوين. عنوان الإمامة، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الذي بين كيف يدخل الإنسان، الرجل، المرأة، كيف يدخل الواحد منا إلى بيت الخلاء والاختلاء لقضاء حاجته، كيف تدخل، كيف تخرج، ماذا تصنع. الإسلام الذي وضع الأسس والقوانين، كيف تأكل، كيف تنام. القرآن الذي ينزل ليبين لنا كيف نمشي في الشارع ولا تمشي في الأرض مرحا. الإسلام الذي علمنا كيف نتسرول، حتى لبس السروال قال لا تتسرول وأنت واقف، لأنه يورث الفقر وهو واحد من مورثات الهم. لا تعتم أو تعتمر وأنت جالس. لبس العمامة والقلنسوة وغيرها من قيام، تتسرول من جلوس، تشرب الماء في الليل وأنت جالس، وهكذا. أنا ما أريد أدخل في بيانها، ولكن لما أنظر إلى حقيقة هذا الدين وهذا التشريع الذي يبين دقائق الأمور وما يهم الإنسان في دنياه وفي آخرته، هل من المعقول لم يبين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا ستؤول الأمور من بعده؟ يعني هل من المعقول ذلك؟ الرجل الذي يخاف على عائلته مثلا، تأملوا جيدا، أحيانا عندك في البيت سلاح، هواي تخاف من الأطفال لا يستخدمون مثلا هذا المسدس، دائما عينك عليه، وين تخليه؟ في منطقة لا يصل إليها أحد، تحاول تفرغ من الطلقات، عينك عليه، توصي الأطفال لا يصلونه، تهتم به يعني هذا. فهل من المعقول إذا كان قرب البيت هذا مثلا فتقنبلة ضخمة وأنت لا تهتم، تهتم بهذا ولا تهتم بتلك، يقبلها العقلاء أنك تهتم بالشيء البسيط وتترك الشيء العظيم مثلا؟ إما أن النبي لم يبلغ ولم يفهم الناس ماذا ستؤول الأمور وهذا مخل به، وإما أن النبي بلغ وبين وأظهر وأوضح، ولكن فرغت المعاني لمؤامرة كبرى.
هسه الحديث طبعا يتفرع، ولكن أنا عندي حديث مختصر مع الزهراء سلام الله عليها. إذا لابد أن نعي ونفهم أن النبي الأكرم كان يعرف أن هناك خيوط تحاك لمؤامرة كبرى، من هنا وضع الضمانات، قال ائتوني بكتف ودوات أكتب لكم ما إن تمسكتم بهما. لم ينفذ ذلك الأمر، قالوا عن النبي إنه ليهجر، إن الرجل ليهجر، يهدي مو بعقله. النبي الأكرم حاول تخلية المدينة من بعض الرموز التي تشكل عائقا دون ولاية أهل البيت في سرية أسامة، لم تنفذ. أنفذوا سرية أسامة، لم تنفذ سرية أسامة. عادوا مرة أخرى، رجعوا إلى المدينة. في النتيجة إذن هناك مفاهيم، هذه المفاهيم حاولوا تعريتها من معناها. في النتيجة قالوا الإمامة ليست بالمفردة القرآنية، وإنما هي مفردة اجتهادية. الأمة من يحكمها؟ يحكمها إنسان تتفق عليه الأمة، تختار ويكون هذا هو الذي يحكم الأمة. والإمام عندهم في تعريفه والوقوف عليه هو الحاكم السياسي، هو الحاكم السياسي. إذن هذا هو المعنى الاجتهادي. من هنا صار يزيد حاكما شرعيا، صار يزيد حاكم شرعي، وصارت الرموز التي جاءت بعد يزيد وقبل يزيد كلهم حكام شرعيين. وأصبحت معارضة الإمام علي معارضة لا قيمة لها، لا قيمة لها، لأن الإمام علي صار يقف أمام من؟ أمام الحاكم الشرعي. لأنه لما تقول من الشرعي، يقولون الشرعي من وصل إلى السلطة. كيف ذلك؟ قالوا لأن الإمامة هي الحكومة السياسية فقط. مثال آخر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولي الأمر؟ هل حدد النبي الأكرم؟ إخواني انتبهوا لي أحبتي، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الآن أقول لك تصلي، تقول نعم الصلاة واجبة، ما الدليل؟ تقول القرآن يقول أقيم الصلاة آتوا الزكاة، القرآن يأمرني. لاحظ القرآن يأمرني، والآيات ظهرت بالوجوب، يعني في اللغة الأصولية هذه ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الأمر، ظاهرة في الوجوب. لما أقول لك أنت يا من تقول ظاهرة في الوجوب وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، هذا فرض، الله جاي أمرك ويأمرني بالإطاعة الفعلية بخصوص من؟ بخصوص الله. ويجب أن نحدد المعنى، من هو الله؟ الخالق المالك. وأطيع الرسول، على ماذا ينطبق هذا المفهوم؟ ينطبق هذا المفهوم على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأولي الأمر منكم، حدد لي هذا المفهوم. لما أقول أنا مسلم وأريد أن أنفذ هذا الأمر، حدد لي هذا الموضوع، مفهوم هذا، مفهوم قرآني، على أي شيء ينطبق؟ ما هي مصادق وأولي الأمر منكم؟ من هم؟ إذا كنت ما أعرفهم، هناك أمر من الله جاء يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يوم القيامة راح يجيني يقول لي أطعت أولي الأمر؟ أقول له لا. يقول اذهب إلى النار، هذا أنا آمرك به. أقول يا ربي أنت لم تبين لي من هو أولي الأمر، وهذا تكليف ما لا يطاق، وتكليف ما لا يطاق محال على الذات المقدسة، الذات العادلة، محال. معيب العقوبة من الله
معيبة من دون البيان، يجب أن تبين لي ثم بعد ذلك تعاقبني. يقول لا، أنا بينت وحددت، شلون ما قلت؟ أنا بينت أولي الأمر منكم. النبي الأكرم بينه، بعد النبي الأكرم قالوا أولي الأمر منكم من؟ هم القادة السياسيين، كل قائد سياسي يحكم بلد من البلدان هذا يسمى شنو؟ من أولي الأمر. يعني الهدام المقبور شنو كان؟ من أولي الأمر، من أولي الأمر. يعني هذا اللعين القذافي شنو كان؟ من أولي الأمر. لا بل حتى لو طبقت الموضوع حتى على دول الغرب اليوم، ترامب وأوباما وغيرهم يعدون منين؟ من أولي الأمر. والله عز وجل يشرع آيات كريمة يقول لي طيح النماذج هذه التافهة القذرة. لاحظوا، لو أن إنسانا تافها، إنسانا منحرفا، لا قيمة له، لا سمعة له، لا أخلاق له، يصل إلى سلطة، الله شي يقول لي أطيع؟ ألا تلاحظون أن هذه المعاني، تفريغ المعنى من المحتوى وزرق وإضافة معنى جديد اجتهادي، الغاية منه ماذا؟ خدمة الصالح السياسي والواقع السياسي الذي جاء بعد النبي الأكرم، خدمة للواقع السياسي اللي يأتي بعد النبي الأكرم. نفس الموضوع في عنوان، قبل عناوين كثيرة